مرحبا تلامذتي الأعزاء، كيف حالكم اليوم؟ بخير، أتمنى ذلك. اليوم سننجز درسا جديدا في القراءة والتحليل، العنوان لبنان لك، كتاب القراءة، الجزء الثاني، صفحة 104، 110، 111، 112، 114، 115. الأهداف من هذا الدرس: على المتعلم أن يقرأ نصاً شعرياً إرشادياً ويفهمه. يتعرف الأحرف الآتية بجميع أشكالها: قاف، هاء، وياء. يعطي مرادف وأضداد بعض الكلمات. يقرأ جملاً مركبة من كلمات مدروسة. محادثة حول صور الدرس: ماذا نرى في الصورة؟ نرى علم لبنان. ما هي ألوان العلم اللبناني؟ ألوان العلم اللبناني هي الأحمر، الأبيض، والأخضر. ماذا نرى في الصورة؟ نرى في الصورة شجرة الأرز. أي علم تتوسط شجرة الأرز؟ تتوسط شجرة الأرز علم لبنان. ماذا نرى في الصورة؟ نرى في الصورة مغيب الشمس. أين تغيب الشمس؟ تغيب الشمس من جهة الغرب خلف البحر. درس القراءة لبنان لك. أحبب يا ولدي لبنان، أحبب فيه الإنسان. ما أحلى البر بأشجاره، ما أحلى الحقل بأزهاره، ما أحلى الجو بأطياره، ما أحلى الشمس متى تغرق في ماء البحر الأزرق. لك أجمل ما فيه، فاعمل حتى ترضيه. خصص وقتا للكتب، خصص وقتا للعب. سأعيد القراءة مع الشرح. ما هو عنوان النص؟ عنوان النص هو لبنان لك. ممتاز. أحبب يا ولدي لبنان، أحبب فيه الإنسان. يطلب الشاعر من ولده أن يحب لبنان وأن يحب الإنسان الذي يعيش في لبنان. ما أحلى البر بأشجاره، ما أجمل السهول المزروعة بأشجار مثمرة. ما أحلى الحقل بأزهاره، ما أجمل الحقول المزينة بالأزهار الملونة. ما أحلى الجو بأطياره، ما أجمل السماء حين تتزين بأسراب العصافير التي تزقزق فرحة. ما أحلى الشمس متى تغرق في ماء البحر الأزرق. ما أجمل مغيب الشمس حين تغيب الشمس في مياه البحر الأزرق. لك أجمل ما فيه، في هذا البلد لدينا الكثير من المناظر الجميلة التي سبق وذكرناها. فاعمل حتى ترضيه من خلال المحافظة على البيئة والنظافة. خصص وقتا للكتب، خصص وقتا للعب. طلب الشاعر في نهاية القصيدة من ولده أن يخصص وقتا للكتابة والدراسة والمطالعة، وأن يخصص وقتا آخر للعب والتسلية واللهو. أسئلة حول النص: من يحدث الشاعر في هذه القصيدة؟ يحدث الشاعر في هذه القصيدة ولده. ماذا يطلب الشاعر من ولده في بداية القصيدة؟ يطلب الشاعر من ولده في بداية القصيدة أن يحب لبنان. ماذا يطلب الشاعر من ولده في نهاية القصيدة؟ يطلب الشاعر من ولده في نهاية القصيدة أن يخصص وقتا للكتب وللعب. المرادفات: ما مرادف أحلى، أجمل؟ مرادف البر،
اليابسة، مرادف الأطيار العصافير، مرادف الجو الهواء الأضداد، ضد أحلى أبشع، ضد أحب أكره، ضد ترضيه تزعجه. في النص جملة ما أحلى البر بأشجاره، بما تنتهي هذه الجملة؟ تنتهي هذه الجملة بعلامة تعجب. وماذا نسمي الجملة التي تنتهي بعلامة تعجب؟ أحسنتم، نسميها جملة تعجبية. الأحرف المتكررة في درس القراءة: القاف حقل تغرق أزرق، الياء ولدي فيه ترضيه، الهاء أشجاره أزهاره ترضيه. حرف القاف: قه في آخر الكلمة لوحدها، قه في أول الكلمة متصلة من جهة واحدة، قه في وسط الكلمة متصلة من جهتين، قه في آخر الكلمة متصلة من جهة واحدة. حرف الياء: يه في آخر الكلمة لوحدها، يه في أول الكلمة متصلة من جهة واحدة، يه في وسط الكلمة متصلة من جهتين، يه في آخر الكلمة متصلة من جهة واحدة. حرف الهاء: ه في أول الكلمة متصلة من جهة واحدة، ه في وسط الكلمة متصلة من جهتين، ه في آخر الكلمة متصلة من جهة واحدة. أغنية حرف الهاء: شهير هرنا الهرم، لديه دفتر قلم، يحب العلم يسمعنا، كلاما كله حكم، تراه اليوم منهمكا بحرف الهاء يهتم، وها ها ها يرددها، يغنيها فيبتسم، ويتبعها بهو هو هو بهيه فتنتظم. يعيش حرف الهاء مغامرات في أرض الكلمات، فقد يأتي الهاء مع الأصوات القصيرة: ها هواء، هو هدهد، هي هلال. ويأتي حرف الهاء مع الأصوات الطويلة: ها هاتف، هو زهور، هي لهيب. للهاء أربعة أشكال: ه هرة، ه في أول الكلمة متصلة من جهة واحدة، ه مهرج، ه في وسط الكلمة متصلة من جهتين، ه فاه، ه في آخر الكلمة منفصلة لوحدها، ه وجه، ه في آخر الكلمة متصلة. نسخ حرف الهاء على دفتر البيت متبعا السهم: يجب أن أرتب الورقة، أكتب اسم شهرة الصف، التاريخ، العنوان في الوسط. نسخ زائد إملاء على دفتر البيت: أيضا علي أن أرتب الورقة. ها هو هي، هادي، نهر، وجه، هرة، تون، زهور، فاه، كتابه، داره. عمل البيت: كتاب القراءة الجزء الثاني، صفحة 110، صفحة 111 أم 2، صفحة 112، صفحة 114 أم 1، صفحة 115 أم 3. في ختام درسنا أرجو منكم قراءة درس القراءة جيدا 5 مرات على الأقل، مع التركيز على لفظ القاف والهاء والياء بالشكل الصحيح. أطلب منكم أيضا كتابة الأسئلة والإجابات على دفتر البيت كما المترادفات والأضداد. شكرا لإصغائكم أحبتي، أحبكم من كل قلبي. بالرغم من المحن التي مر بها وطننا الحبيب لبنان، بقي التواصل فيما بيننا قريب، وذلك عبر شبكات الإنترنت. شكرا لله وللجميع
على المحبة والاحترام المتبادلين. أتمنى لكم عطلة صيفية رائعة. لا تنسوا مطالعة القصص الجميلة ومراجعة الدروس التي سبق ونشرناها على الواتساب. وإلى اللقاء في وقت قريب إن شاء الله.